نحن كان تأسيس هذه المدرسة وهذا الرباط في 23 من شهر ربيع الثاني عام 1428 للهجرة، يوافق شهر مايو 2007 ميلادي. عدد الطلاب الموجودين في هذا الرباط الآن تقريبا حوالي 50 طالب، قريب من 50، يصلون إلى 50. قبل هذا كانوا من 40، ما بين 40 و30، أما الآن بلغوا إلى حدود 50 طالب، والآن بدأت التوسعة في بناية الرباط حتى يستوعب أكثر عدد إن شاء الله تعالى في المستقبل. نعم، عندنا طلاب من ماليزيا، وفي عندنا طلاب من إندونيسيا، وقبل فترة قبل ما تحصل الأحداث عندنا في اليمن كانوا كذلك من أمريكا، وفي طلاب هذول المقيمين، وفي طلاب موجودين هنا من عندنا من حريضة يحضرون في أوقات يدرسون في الرباط ثم يرجعون إلى منازلهم. ندرس في هذا الرباط أولا القرآن، عندنا طلاب يتحفظون القرآن ويدرسون التجويد وقراءات القرآن، كذلك بقراءاته وتفسير القرآن. عندنا دروس في الفقه، دروس في الحديث وفي الأصول وفي التصوف، جميع العلوم الشرعية تقريبا موجودة لها، يعني تدرس في هذا الرباط. وكذلك علوم اللغة، يبدأ الطلاب الذين لا يحسنون اللغة العربية يتعلمون اللغة العربية، ثم بعد ذلك يتعلمون في النحو وفي الصرف وهكذا حتى تحصل النتيجة. وعندنا المنهجية الموجودة في دار المصطفى اللي هي الابتدائية والإعدادية عندنا في هذا الرباط، ثم إذا الذي يريد أن يواصل ويكمل الدراسة الثانوية وما بعد الثانوية ينتقل إلى دار المصطفى، والذي يريد أن يبقى بعد ما يكمل الإعدادية عندنا هنا يمكن أن يدرس الدروس التي تدرس في الأربطة، اللي هي عبارة عن الكتب التي كانت تدرس في الأربطة، ينتقل من كتاب إلى كتاب حتى يبلغ إلى المنهاج في الفقه. طيب ما بعد هذا اليوم؟ إن شاء الله ما نؤمله في الله سبحانه وتعالى أن تظهر آثار مباركة طيبة كما هي في السنين التي قد مضت، يعني من أول تأسيس هذا الرباط تخرج منه الطلاب وحصل انتشارهم، وبعضهم صار عنده بعض الأربطة، وبعضهم يدرس في بعض المدارس في بلدانهم الذي رجعوا إليها، وبعضهم قائم بالدعوة في المناطق التي انصرفوا إليها. وكذلك الطلاب الذين عندنا هنا ما شاء الله الآن يقومون بالتعلم وكذلك التعليم والدعوة إلى الله، وهنا يتهيئون من هنا حتى يحصل إن شاء الله إذا رجعوا إلى أماكنهم انطلاقهم في الدعوة إلى الله والتعلم والتعليم. ثم نحن ما نؤمله إن شاء الله أن تكون خلال الخمس سنوات القادمة أكثر استيعاب للطلاب وأكثر
أكثر تهيئة للجو الدراسي، ثم النتيجة التي تحصل من الطلاب أكثر إن شاء الله إيجابية أتم، حتى يتخرج إن شاء الله طلاب بكفاءة مباركة وتظهر عليهم آثار العلم الذي يحصل بها الانتفاع في أماكنهم إذا رجعوا إليها، وتتعدد أماكن العلم في مواقعهم التي ينصرفون إليها. هذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وتكون إن شاء الله بدرة مباركة في واقع المسلمين في كثير من بلدان الإسلام أهل المسلمين. الطلاب الذين يرغبون في الدراسة عندنا في الرباط التحقوا بالأربطة وبمدارس حضرموت ودار المصطفى والرباط عندنا، عليهم أولا أن يأخذوا بحظ وافر من اللغة العربية، يقرؤونها، يتصلون بالأربطة الموجودة بالأساتذة الموجودة عندهم، وحتى إذا جاءوا إلى هذه الأربطة الموجودة في حضرموت مثلا أو في اليمن تكون من السهولة عندهم أن يفهموا وأن يأخذوا عن العلماء وأن تيسر لهم أكثر مسألة الطلب حتى لا يستصعب عليهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكونوا على زمام من التقوى لله سبحانه وتعالى، لأن التقوى أصل وأساس تنور به البصيرة وتصفى به السريرة، ويجعل الله سبحانه وتعالى به تيسير لهم في كل أمر هم يقصدونه. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال الله سبحانه وتعالى، فتيسر أمورهم. وأعظم ما ييسر لهم في شأن الطلب حتى يحصل لهم الفتح وتحصل لهم البركة إن شاء الله والثمرة، وإذا جاءوا وهم على شيء من الآداب والأخلاق النبوية وهم متحققين بها بعد اتصالهم بالعلماء انتفعوا بمجيئهم إلى هذه الأربطة، جلسوا فترات وإن كانت حتى قليلة لكن الثمرة والناتج والعائد يكون أكبر وأكثر، وإذا رجعوا إلى أوطانهم وإلى أماكنهم أظهر الله سبحانه وتعالى بهم الخير وقرت بهم عين النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكانوا أنصار للخير والحق والدين. نسأل الله عز وجل أن يلهمهم الرشد وأن يثبت إن شاء الله المتوجهين على الحق، سواء كانوا قبل مجيئهم أو في حال أخذهم للعلم، حتى تحصل الثمرة المرجوة من الله تبارك وتعالى. بس كان برسمة أفي هذي شيل صوت، خلوا ذا علي بس شلوا الصوت يلا. أزور مكة من طريق اليمن بطرح ذنوبي الجبل قبل موت يلا بعوده أجهد عمر موت. أزور مكة من طريق اليمن بطرح ذنوبي الجبل قبل موت يلا بعوده. نحن من جماعة مسجد المحسن روشكان برسمة أبي